فعلا خدت قرارها انها تروح وتشوفه في الوقت ده، وفعلا انطلقت الحسناء على بساط الغيم بتسابق الريح ووصلت بيته ودخلته. كان بيت عادي، الشاب قاعد لوحده. في ثانية واحدة كانت لفاه، كان فاضي البيت، ما كانش فيه حد. مباشرة راحت لغرفة النوم الضلمة المفتوحة ودخلت جوه. كان نايم على السرير، وقفت قدامه بتبصله وبتكلم نفسها: سنين بتابعك محدش يعرف، ولا انت حتى منتبه. في حقيقة الأمر كان بدأ جواها يتكون إحساس غريب ما عرفتوش في الوقت ده، أو ما عرفتش توصفه في الأول، وخصوصا إنها حساه من زمان، من ساعة ما بدأت تتابعه، من أيام ما كان لسه طفل صغير. كانت بتبصله بنوع من الهيام أو نوع من العشق، بتسأل نفسها: أنت مين؟ بس في اللحظة دي